المشكلة اللي عندنا في الخميسات هي أنه القطاعات الأساسية ما متوفراش بطريقة مزيانة وكافية. أول حاجة هي الدراسة، بحكم أنه ما كيناش نواد جامعية هنايا، وحتى التكوين المهني ما كافيش باش يستوعب الطلب اللي عليه. الشباب كيضطروا يمشيو لمدينة أخرى باش يقراو، وهذا الشيء اللي كيخلي العديد منهم ما يكملش قرايته كيف ما بغى. أنا واحد منهم اللي مجبر نكمل قرايتي في الرباط، ونفس الشيء كنلاحظوه حتى في قطاع الصحة، أغلب الحالات كيصيفطوهم للرباط. واخا كاين المستشفى الإقليمي ولكن ما كافيش، كاين الخصاص في المعدات وزيد عليها أن المعاملة ناقصة بزاف. النقطة الثالثة هي الشغل، هنا عاوتاني الشباب خصهم يمشيو لطنجة ولا القنيطرة ولا الرباط باش يلقاو خدمة. وحتى دور الشباب ما محركينش كيف ما كانوا قبل، لان حتى الجمعيات اللي غادي تنشط داك الفضاء بواحد الصفه معقوله ومنتظمه ما كاينينش. شحال هادي قبل ما تكون لي زاداك ولا حتى شي مدرسه للتمثيل كانوا كاع الممثلين المعروفين كيتخرجوا من دور الشباب والجمعيات المدينه، وزيد على ذلك ما كاينش مكتبات. ملاعب القرب كاينين واحد الربعه ولكن لحد الان ما محلولينش، والالعاب ديال الدراري الصغار حتى هما بحال الا ما كاينينش، حيت اللي دايرين دابا بالنسبه ليا غير كيتوسخوا فيهم وكيشكلوا خطر عليهم، وما كاينش شي حاجه اللي غادي تخليك تدي ولدك يلعب فيها. من ناحيه اخرى البنيه التحتيه هشه، وفاش كيطيح الشتاء ما كاين غير الكلاتي فين ما مشيتي. يعني ما نكذبوش على راسنا، المدينه ناقصه من بزاف ديال النواحي وخاص الخدمه ديال بصح الا بغينا الامور تتحسن. حبزه صغير، شاركش في القافله ديال 100 يوم 100 مدينه بمحطه الخميسات.